اسمي ادل الحلو، از نون از فيمتو جي تي. عندي 18 سنه، من المحله الكبرى. بس كده كله تمام. بغني دريل وبغني تراب. انا ابتديت في اواخر 2019، بس ما كانش بالنسبه لي اللي هو زي دلوقتي. يعني كنت مثلا بكتب اي كلام، اي ليركس، انما دلوقتي انا بحكي اللي انا بعيشه. يعني انا بالنسبه لي لو انا مش عايش اللي انا بكتبه، يبقى انا مش رابر حقيقي. اثرت بالناس كتير جدا، حسيت ان انا ده انا ما يعني ده ما ينفعش غير انا. بس مبدئيا كده الناس اللي حواليه، الدعم اللي بيجي من حواليه، الناس بتحبطه بتدعمه. غير كده هو نفسه شخصيته قويه ولا لا. لو شخصيته قويه هيعرف يكتب ليركس قويه، هيعرف يعبر عن نفسه، هيعرف يعبر عن الحاجات اللي بيعيشها، هيعرف يعبر عن الشارع، هيعرف يعبر عن كل حاجه. انا عندي تراكات لو نزلت هتعرفوا انا قد ايه حقيقي. بامانه انا جاي بس كده.